مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله كله بخير. وياكم عمار من قناة World IQ. رجعنا لكم مقطع جديد من ببجي موبايل، لكن اليوم مقطع مختلف. نزلنا الحياة، بس قبل لا ننزل الحياة غلطوا علينا السعوديين بالطيارة. طبعا ما اعرف شنو استفادون، ما ردينا عليهم، الرد جاهم بالحياة. جات مواجهات كلش قوية بالحياة. ما اريد احرق عليكم الفيديو، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. لا تنسونا باللايك والسبسكرايب، ونشوفكم مقاطع جديدة. بيس. وصلن وصلن جطة حجي بالمي، همك بالمي. وما وقعتي دق بس لابو تابو العراق. يلا اوكي اوكي اكل وقع الثاني اثنين وقعوا منهم. داشيني فقار، داشيني فقار. اثنين واقعين. اوكي. لا ما يحتاج، ما يحتاج. روح. Enemies ahead. ذاك تدرون وين؟ Okay. هذا يا اخي يم حيفنش. Enemies ahead. اللي عنده طاقه طاقه. No. Yeah. No.
I need a scope. عندي أربعة تريدة؟ No. لا تريد. No. تغيره. Enemies ahead. دخانية دخانية على السريع. وين علينا؟ Enemies ahead. وقعت بالبيت. روح 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 جذبون علينا جذبون علينا جذبون جذبون صرنا مكان خلص النص لا لا مكان غلط يضربون فقار جوي جوي بالسيارة جوي 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 راح يساعدون فوقكم حول حول صلي فكر مو عليهم يا فكر وان شاء الله فكر منك راح من فوق داكتم وخلوا القناص منك يشتغلوا هم فكر يسرى بعد توزع